قضية الأسبوع ده مع زوج عشريني، هو واحد من أبناء قرانا الجميلة. هو شغال حرفي لتصليح السيارات، ما كملش دراسته بعد ما خد الإعدادية، اتعود إنه يشتغل بنفسه لما كبر شوية علشان يجيب مصاريفه ومستلزماته للأهمية، وكمان يساعد خواته البنات في التعليم والجهاز، أصلها أخوية. واستمر في حرفته اليدوية لحد عمر حوالي 23 سنة. بعد كده بقى ليه ورشته الخاصة في المركز، وكان مشهور عنه إنه شاطر، دخله كويس ممكن يفتح بيه بيت سعيد. والده متوفي من هو ولسه طفل صغير، فكانت مسؤولية البيت عليه والإنفاق بالدراهم والدنانير، وهو اللي جوز الاتنين البنات من التحويش والتوفير، خاصة بعد ما والدته اتوفت وهي كمان بمرض خطير. هو كان في سن الشباب المتين، ده كان السبب انه ما كملش تعليمه للجامعة رغم انه قريب حسب تقاليد عيلتهم من وقت كبير، ومش كل الناس ممكن تتصرف كده لانه شيء خطير ان البنات مش بتورث في البيت ولا الارض كتير، ولكن بيعوضوهم من مال الرجال بشيء قليل، بيكون ليهم ذهب الأم بعد عمر طويل، وده اللي حصل. وبكده البيت والأرض بقت ملكه بالأختام واليقين. بعد كده علشان يكبر مكسبه قرر إنه يروح محافظة مش بعيد بيكون فيها الشغل والعربيات كتير والمكسب طبعا هيكون كبير، وهناك لقى إنه ممكن يشتري حتة أرض صغيرة على قد الحال، فباع الكام إيراد اللي ورثهم عن أبوه وأمه في البلد لواحد قريب، واشترى الأرض وسابها للزمن الطويل. لما فكر في الجواز سأل عن بنت الحلال في البلد بين الأهل والجيران، واستقر الاختيار على اللي ممكن تحسن العشرة والتدبير. بيقول لما جاي يتجوز أهل مراته قالوا له بنتنا مقدمة على شغل علشان يكون النصيب، وإحنا منتظرين جواب التعيين. فعلا بعد الجواز بوقت قريب بعتولها انها تروح تستلم الشغل وتبدأ الروتين. راحت البلد لعملها الجديد وكانت حامل في شهرها الثالث، وكان جوزها بيتردد عليها في كل وقت وحين، لغاية ما كتبوا طلب نقل للمحافظة اللي جوزها مأجر فيها الورشة والدكان، وبالفعل اتنقلت وفي بطنها الجنين، وبدأوا حياتهم الجديدة في شقة بالإيجار الجديد. ولكن اللي شقلب حياتهم في الحين ان جوزها عاوز يرسم مستقبلهم هما الاثنين، ويكون لهم بيت مستقل مش ايجار يخلي الواحد في هم وانين. قال للبنية انت تديني مرتبك اول كل شهر زي التموين، وانا اديك على قد مصروفك مع شوية تضييق للتمكين علشان احطهم مع مكسب الورشة الكتير، ونبدأ نبني بيتنا على الأرض اللي اشتريتها من كام سنة من ورث أبويا المرحوم، وكمان تبيعي ذهبك علشان نكون مبلغ كويس متين نقدر نعمل الترخيص ونرفع السملات والحديد، وكل شهر نحط طوبة في طوبة لغاية ما نخلص البيت الجميل. بالفعل حصل كده، وهي طبعا لما علمت بكده مش موافقة وعاوزة تعمل تحويشة وجمعيات علشان تساعد أهلها في دفع أقساط وديون جوازها لما اشتروا الصيني والفناجين. حلفت عليها، هو حلف عليها بالطلاق إنها ما تطلعش منهم حاجة لأهلها وتبطل الأويل وتحطهم في البيت علشان ابننا اللي لسه جنين. فضلنا في شد وجذب وعراك لحد ما جاء ميعاد الولادة وأخدت الأجازة وراحت عند أهلها علشان تولد في عيادة، وفعلا جابت الولد اللي فرحنا بيه وكانت السعادة، ورحت أشوف ابني اللي زي ريحانة. ولكن للأسف كانت الخناقات مع أهلها. أيها السادة، أبوها قال لي مش هتقدر تاخد قرش ساغ من مرتبها ولا هتبقى عادة، ولو أنت راجل طلقها ومفيش رجوع أو استعادة. أنا مش عارف أعمل إيه، هو مش من حقي إن مراتي تساعدني بذهبها ومرتبها علشان نبني البيت اللي هو مستقبلنا احنا الاثنين، ومن بعدنا اولادنا هم اللي هيورثوه بتمكين، مش الحياة الزوجية مشاركة بين الزوجين؟ طيب انا مستفاد ايه من شغلها اللي بياخد وقت طويل لو هي هتدي مرتبها لاهلها وتصرف الباقي على نفسها؟ دلوني اعمل ايه معاهم
وفي كلام والدها. انتوا شايفين الصح في الحالة دي. مشاهدين الكرام، دي كانت قضيتنا، نرجو تتصلوا بينا من خلال أرقام الإيمو اللي هتظهر أسفل الشاشة كمان شوية. زمان كانت حياتنا بسيطة ومشاكلنا كانت محدودة، دلوقتي كل يوم الحياة بتزيد صعوبة وزيها كمان مشاكلنا. الأسرة والمجتمع، القيم والتقاليد، كلها بقت في خطر. وعلشان يبقى الأبيض أبيض والأسود أسود ويفضل الصح صح والغلط غلط، هنكون قريبين من أهلنا وناسنا، نساعد في التشخيص ونقدم العلاج. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة تانية ومعانا ضيف الاستوديو الدكتور محمود الألعاوي، استشاري أسري وتربوي ورئيس أكاديمية بسمة للسعادة الزوجية. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هل ممكن نتفق دكتور محمود على محاور أساسية لهذه القضية؟ يعني الزوج اللي في الحالات الاقتصادية الصعبة اللي ممكن تمر بها دول كتير كدولنا العربية، هل من حقه ان هو ياخد مرتب زوجته علشان يدبر بيه حالهم ويبني مستقبلهم؟ ده المحور الاولاني. المحور الثاني، هل برضه للزوج من حق ان هو ياخد ذهب مراته اللي هو اشتراه لها كجزء من المهر او جزء هديه، هل من حقه ان هو ياخد في الذهب في مثل هذه الحالات اللي احنا كلنا ممكن بنكون بنمر بيها؟ برضو موضوع توريث البنات في القضية دي، واضح ان موضوع توريث البنات ما زالت برضو بعض القرى والنجوع عندنا في بلادنا العربية بصفة عامة بتعاني من موضوع عدم توريث البنات. الأطفال اللي بيشتغلوا من هم صغيرين في الورش، هل ده بيأثر على سلوكهم النفسي بحيث ممكن يخليه طماع أو بيبص للدنيا نظرة قاسية وبالتالي بيكون جاف جدا في المعاملة المادية؟ تتفق معاه في المحاور دي؟ نعم، نتوكل على الله. طيب ان شاء الله. نعم. طيب نبتدي باول حاجه، موضوع بقى ان يعني عماله الاطفال وان هو بعد لما بيكبر، هل ده بياثر على نفسيته؟ بيبدا يكون، انا مش عاوز اقول طماع، ولكن بيخشى من عواقب الحياه والمستقبل. نعم. فبالتالي بيقدر يفكر بطريقه ان هي تمكنه ان هو يحوش اكبر عدد، اكبر كميه معينه من المال علشان يبني مستقبله او يامن مستقبله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نسال الله سبحانه وتعالى التيسير وأن يجري الحق على قلوبنا وألسنتنا. في الحقيقة محاور جيدة، وإن كنت أحبذ أن احنا نتكلم عن مسألة الماليات، ولأن دي من المناطق المفخخة اللي بتؤدي أن الابن يعمل، أو قد تؤدي أن الابن يعمل، اللي هي الذمة المالية. الذمة المالية. لأن هو في الحقيقة أنا عندي ممكن نقول تعبير كده أن مرتب الزوجة من المناطق المفخخة في البيوت. إن صح التعبير، يعني أن مرتب الزوجة منطقة مفخخة ومنطقة شائكة، لأن الزوج بيقول طيب ما هي شغالة وده وقت البيت وحقي، وهي بتقول لا ده أنا اللي خرجت وتعبت، فتلاقي دايما نقطة يعني فيها مشكلة أو بتصير يعني مشكلة أو بتصير مشاكل وكده. في الحالة لو اتكلمنا في المسألة المالية، هنلاقي نسبة كبيرة من المشاكل اللي بتحصل في البيوت أساسها الفلوس والمال وراح فين ومين اللي اشتغل ومين اللي ساعد والكلام ده كله. الفكرة الثانية محتاجين نتكلم هو أصل المشكلة إيه. الفكرة الثالثة احنا محتاجين نتكلم عن حاجة اسمها حوار مادي أو مالي. الفكرة الرابعة وهي محتاجين نتكلم عما يسمى بالخيانة المالية في البيت. فخلينا نرجع خطوة للخلف، هو من أسباب المشكلة أصلا أن احنا في فترة الخطوبة، وإحنا دايما بنقول في كتير من المشكلات الأسرية والزوجية نرجع لفترة الخطوبة، لأن فترة الخطوبة مشكلتها أن كثير من الشباب والبنات في فترة الخطوبة عينيهم على الجانب العاطفي، وهي لابسة إيه وأنا لابس إيه والحب والهيام، كلام جميل مفيش مشكلة. نعم. لكن خلي بالك بيحصل محظور شرعي، دي نقطة. النقطة اللي احنا محظور شرعي ممكن ياخد فلوس، لا محظور يعني شرعي في تجاوزات شرعية بينه وبين خطيبته، بس دي مش كلامنا. الكلامنا دلوقتي ان العاطفة المتأججة بتخليني انا كولد خاطب مش شايف عيوب البنت اللي قدامي، ونفس الكلام عند البنت. فاحنا لو كنا عندنا في اثناء الخطوبة نظرة واقعية مع نظرة عاطفية هيخلينا نكتشف العيوب. انا وانا في فترة الخطوبة
مفروض ان انا اجري حوار هي كبنت، هو احنا داخلنا قد ايه، هو احنا هنعيش ازاي، فهي هتعرف انا داخله قد ايه وانا اعرف هي اسلوب ادارتها قد ايه، فبنصل بالحوار ده في اثناء الخطوبه ان احنا البيت يمشي ازاي، الدنيا تمشي ازاي، هو انا يعني همشي البيت ازاي، فيحصل الحوار في اثناء فتره الخطوبه. بنتكلم، انا بعرف دخله عامل ازاي، انا بعرف هو بخيل ولا لا، ودي يا استاذنا من النقاط الهامه جدا، وبنقول رساله للبنات وبنقول رساله للاولاد المقبلين على الزواج، خلي بالك من الصفات الكارثيه في اللي هي احذر منها. طيب. مساله البخل. مساله البخل. طيب. لو زوجك او اللي مقبله على البخيل، لا خلي بالك، لو اللي هتقبل عليها قبل الخطوبه عرفت انها بخيله ابتعد عنها. طيب دكتور محمود، يعني طبعا بنذكر الساده المشاهدين ان عنوان الفقره الاولى اللي هو بعتها هذا الزوج، زوج وحماه بيتخانقوا على مرتب الزوجه، مين اللي ياخده؟ والزوج بيقول بيتها اولى بفلوسها. ده عنوان الفقرة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان الاب والزوج بيتخانقوا على مرتب الزوجة، مين الاحق ان هو ياخده؟ هل بيت الزوجة اولى بالمرتب ده، ولا نفسها هي اولى بيه، ولا الاب هو اولى اذا كان بيمر بضائقة مالية؟ ده عنوان. طيب تسمح لي ان احنا ناخد مكالمة هاتفية ست مريم في الانتظار ونرجع لحضرتك تاني. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك ست ام مريم؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟ نعم الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه رايك في القضيه؟ اتفضلي اتفضلي. نعم والله، هو حضرتك انا طبعا ضد ان الزوج ياخد فلوس مراته خالص، هو مش من حقه ان هو ياخدها، ولكن هو بالحب بينها وبينه، ان هي شايفه ان هو لو مش مقتدر ان هو يعني يساعد في البيت وانا شغاله، انا بعمل كده، انا بساعد ما فيهاش مشكله، ولكن ما يجبرنيش ان لا ما اساعدش اهلي، ما ينفعش ما اساعدش اهلي. وبعدين لو هو مثلا هيعمل عشان بيتنا، عشان انا يبقى بدل ما بقى في ايجار جديد اعمل تمليك، ما فيش مشكله، بس ما يبقاش اجبار عليا ان انا لازم اخد المرتب واديهوله، لا اديهوله بالرضا مني. نعم. هو ما يجبرنيش ان انا اديله. ده جميل. طيب موضوع ال استاذ ست ام مريم، يعني موضوع ان في بعض الازواج ممكن ياخد ذهب مراته اللي هو مهر او يعتبر مثلا هديه ليها اثناء فتره الخطوبه، ان هو بعد الجواز بيجبرها ان هو تبيع الذهب علشان يعمل مثلا زي الحاله دي، ان هو عاوز يبني بيت جديد او يشتري حته ارض او يشتري عربيه مثلا يعملها تاكسي. دي حالات كتير جدا بتحصل وبيجي لنا فيها مشاكل كتير، وزي ما قال الدكتور محمود التدخلات الماديه دي هي اساس برضو المشاكل الاسريه. هل انت مع حضرتك مع الجزئيه دي يا ست ام مريم؟ والله انا يمكن انا ليا راي مختلف شويه، ان انا لو انا لابسه ذهب حتى لو مش هو اللي جايبه لي وبتاعي، وانا شايفاه بيمر بضائقه او هيعمل حاجه كويسه لبيتنا، انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اديله ذهبي واديله، حتى لو انا شايله فلوس هديها، ده جميل، مشكله خالص عندي. جميل والله. ما فيش مشكله خالص، من حق الزوجه ان هي تقف جنب جوزها طالما شايفه ان هو محتاج فعلا ان هي تقف جنبه، ولكن لو هو مستغل ده ان هو بيحب ياخد عشان يعمل لنفسه بس، لا طبعا ما ينفعش. انما الحياه مشاركه، الحياه مشاركه بين الطرفين. جميل جدا، اشكرك كتير جدا ست مريم. كنت عاوزه اضيفي حاجه؟ ربنا يبارك لك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا. ربنا يهدي الحال ويصلح حالهم. امين يا رب. شكرا يا ست ومريم على المداخله الجميله دي، ان الزوجه مفروض، مش مفروض يعني، هي برضاها ان هي تقف جنب جوزها في اي ازمه اقتصاديه، او اذا كان بيخطط فعلا ونيته ان هو يخطط لمستقبلهم الاثنين ومستقبل اولادهم، مفروض ان هي تقف جنبه، ممكن تبيع ذهبها، ممكن تدي له فلوسها، ولكن هي بقى هنا بقى فين حقوق الزوجه بعد كده لا قدر الله اذا حصل طلاق بعد كده؟ فين حقوق الزوجة إذا حصل لا قدر الله بعد كده أي مشاكل وأدى للطلاق؟ في الحقيقة إحنا عندنا طريقين للتفكير، طريق حقه وواجب وشرعا ويجوز ولا يجوز، تمام؟ وحق التاني، الفكرة التانية، البيوت تبنى على المودة وعلى العشرة. نعم. وعلى السنين العمر اللي عايشينه مع بعض، وعلى أن أنا ده الشخص اللي أنا اخترته أن يكون زوجي، يعني بين كل الناس دي المعاني اللي احنا بنتكلم منها. هل مرتب الزوج، هل الزوج يجبر زوجته ان ياخد مرتبها؟ ما يجوز طبعا، لا يجوز، لانها لها ذمه ماليه.
دي مسألة منتهية. إنما بالحب زي ما الأخت أم مريم كده وهي في الحقيقة قفزت الفكرة اللي أنا كنت أنتقل ليها. إنما بالحب ياخد عينيها. بالحب وبالمودة وعشان خاطر هي تديله عينيها. تديله. مش هو اللي ياخدها. تديلها. أيوه ماشي ما أنا أقصد كده إن هي تديله اللي هي عايزاه بالحب وبالمودة وبالعشرة. كنا إحنا نصل الجملة دي تقريبا قلناها المرة اللي فاتت. كنا إحنا نصل لمربع إنه حقي وواجب عليكي، لا يبقى احنا كده المساله محتاجه ان احنا نقف، لان احنا قبل المربع ده اللي هي نفسها لو شافت زوجها في ضائقه ماليه بتطلع اللي في جيبها وتديله، مساله مش محتاجه، لان هو اختارها فاصفر بذات الدين، بنت الاصول ذات الدين، بنت الاصول واللي هي متربيه على انها تقف في ظهر جوزها وان هما الاثنين هيكملوا حياتهم مع بعض، دي مساله منتهيه مش محتاجه كلام، انما ان احنا نصل لمرحله اصل هو، طب ما هي الفكره الاساسيه هو ياخد الفلوس ليه؟ ما هياخد عشان يبني البيت، يبني بيت، هيبني البيت ليه؟ هيتجوز تاني؟ هيطردك منه؟ لا ده هيبني البيت عشان ولادنا. طب ما في حل تاني بسيط جدا، خد الدهب اهو ونكتب البيت باسمنا احنا الاثنين. بس أيوة وخلاص. انا كنت عاوز اقول لحضرتك يبقى انا كده يعني مسكت العصايه من النص. بالظبط. يبقى انا المنطقه اللي انا عمال احارب فيها سهله جدا، انت خايف ليه؟ اكتب البيت باسمنا احنا الاثنين. لان في بعض المشاكل بس خلاص. لربما بكره ما دام ان احنا محتاجين خايفين من خلاص يا سيدي، خد الدهب اهو وابني البيت عشان ولادنا. خلاص نسمي نكتبوا اسماء الولاد تمام. بس وخلاص باسمنا احنا الاثنين والموضوع ينتهي. يبقى انا كده هي ورقه اتفاق خلاص مفيش مشكله. يبقى هي وقفت في ظهره، ما اخرتش عنه اللي هو محتاجه، بنت البيت اللي هم عايزينه اللي هو محتاجه عشان ولاده اصلا. برضه موضوع الزمن وممكن يحصل طلاق وممكن خلاص حفظت يعني يعني اطمأنت. يبقى انا كده الموضوع في غايه البساطه وغايه السلاسه. نعم طبعا احنا بيجي لنا في رسائل كتير جدا زي ما حضرتك قلت، المشاكل الماديه بين الزوج والزوجه دي بتكون من اساسيات المشاكل والعلاقات السيئه والطلاق الموجوده في بعض الاسر العربيه بصفه عامه. طبعا يعني كتير جدا ممكن الزوجه ما بتكونش بتخلف والزوج بياخد ذهبها او فلوسها علشان يبني، قدر الله الزوج بيتوفى بيجي اخو الزوج بيشارك الزوجه في الميراث، يبقى هي مالها اللي هي شاركت بيه. يكتب باسمها خلاص. بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، ان نكتب كل حاجه يعني ايه مين المشاركه كانت قد ايه، بحيث لا قدر الله في المستقبل حصل اي حاجه محفوظ. مش كويسه بيكون حقها محفوظ. طيب ناخد مكالمه تليفونيه. الست ام محمد، اهلا بيك ست ام محمد. عم الشيخ اكرم، اهلا بحضرتك. عم اكرم، الحمد لله، ازي حضرتك الدكتور محمود عامل ايه؟ الحمد لله بيسلم عليك. الحمد والله لله. يا عم الشيخ اكرم يعني الله يسلمك. انا حرام اللي هي بتعمله ده. حرام يعني هي حرام يعني هو هيبني لك بيت وهيعمل لك كل حاجه، ايه يعني المرتب؟ كفايه اللي هو سترك بالدنيا كلها، هو سترك كده بالدنيا كلها، مرتب ايه وبتاع ايه؟ نعم ابني بيتك وابني بيتك طوبه طوبه في وسط ابنك وفي وسط جوزك، دي بالدنيا كلها. ولا اهلي هيدومولي ولا ابويا ولا امي هيدومولي، اللي هيدومني بيتي. يا سلام. بيتي وجوزي، جوزي الله. اهم حاجه جوزك. نعم. جوزي. وطبعا امك مش هتدوم لك ولا ابوك هيدوم لك، بس اللي سند لها ابوها وامها في الكلام ده، المفروض ابوها وامها يقول لها لا بيتك، يوجهها لبيتك. بيتك ثم بيتك. ما حدش هيعيش لحد ولا حد هيدوم لحد. دي هي مرة متعلمة وعارفة في الدين ازاي وعارفة في القرآن ازاي. المفروض تطوع جوزتها. حاضر حاضر يا جوزي، نعمل اللي انت عايزه. المفروض تطوع جوزتها. كفاية لو استترك بالدنيا كلها، فلوسي وبتاع الناس تحكي عليها. جميل قوي يا ست محمد. انا ما تهمنيش الفلوس، اهم حاجة ستير مطورة. يعني مطورة. يعني المثل اللي عندنا في مصر، ظل راجل ولا ظل حيطة، ده مثل كويس؟ ايوه طب. نعم. ايوه نعم. ايوه ظل راجل وظل حيطه، اهم حاجه جوزي، جوزها بدي بعناية وروحي وعقلي، لان هو حاططني في عينيه. وما تبعش امي ولا ابويا ولا اخواتي. اتبع بيتي بس. انت مش شرقيه، انت مش شرقيه يا ست ام محمد ولا ايه؟ ايوه انت مش شرقيه، اللهجه واضح. أيوة. ان انت حضرتك مش شرقيه، اجدع ناس اهل الشرقيه. الحمد لله عم الشيخ، الحمد لله. انا ابيع، هي ما هي ممكن تبيع مرطبها كله تضيعه عشان تجيب حته عيل وذهبها كله. نعم. في ناس لما تبيع ملايين عشان تجيب حته ضفر عيل، وانت نعم. ربنا اعطاك عيل واعطاك بيت واعطاك جوز. نعم، اشكرك كتير جدا لاتصالك ست ام محمد. مكالمه من عمق الريف المصري الاصيل. نعم. الزوجه اللي في الريف المصري عيب قوي ان هي تتخلى طبعا. عن جوزها طبعا. لازم ممكن تبيع ذهبها غوايشها علشان تقف مع جوزها. هو الواحد بيعجب يا استاذ اكرم ان هي ارتضت، الناس تأمنت الشخص ده اللي هو زوجها يعني على عرضها وعلى حياتها كلها، وبتيجي في قرشين كده وبتقف.
وبعدين انا في الحقيقه بحيي ام محمد لانها دور الاب. فين الاب؟ الاب المفروض يدفعها. يعني انا كوسيط كاب اقول لها يا بنتي بيع الذهب ووقفي مع جوزك وادخل بـ 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 بروح العقل، مش اضغط عليها واقول له طيب انا مش فاهم يعني هو العقل راح فين في الموضوع ده. يعني هو المفروض الكبير بامتلاكه الخبره وشاف الدنيا وعايز احافظ على بنته وعلى يعني بيت البنت وشاف البنت يعني متمسكه برشين، لا يا بنتي غلط اللي بتعمليه ده، ايه اللي بتعمليه ده؟ لا ابيع الذهب ولو عندك فلوس وحطيه، ده البيت ده ليكم انتوا اللي هتعيشوا فيه، ده مش هياخد الفلوس وراح يشرب بيها مثلا، مش هياخد الفلوس وراح يتجوز واحده ثانيه، لا ده بيتك ولولادك. يعني مفروض الاب الكلام اللي احنا بنقوله ده مفروض الاب هو اللي يقوله. يعني الاب مفروض هو اللي يقف في ظهرها وهو اللي يسند الزوج، لانه في النهايه الزوج دلوقتي يعني انا مش فاهم برضو يعني الفكره، المشكله اصلا بنائها يعني يعني بناء غير منطقي. لان انا يعني الام المصريه الزوجه المصريه هي اللي كانت بتتكلم دلوقتي ام محمد. نعم صحيح. هي دي روح الام المصريه اللي قعدت 40 و50 و60 سنه مع زوجها ما خرجتش من البيت. نعم. يا فندم انا ليا واحد صديقي يعني والدته لما والده توفى من كذا سنه والدته خرجت من الشارع تاهت لانها ما خرجتش من البيت طول عمرها. نعم. مش حابسها لا لا خالص. نعم. عشان بس الكلام لا لا هي الست قاعده في بيتها مبسوطه وجوزها معززه ومهنيه ومبسوطه في بيتها، ناس هتختلف وتقول طب هو خلاص يا استاذ هي راضيه بالحياه وسعيده ومع جوزها وطلعت ولادها تمام التمام، انت نزعل نفسك ليه؟ ففي الحال اللي عايز اقوله ان انا الصوره مقلوبه، خلينا نعدل الصوره. الاب هو اللي يدفع بنته انها تقف في ظهر جوزها وتضحي عشان الحياه تستمر. هو بس قد يكون الضائقه الماليه اللي مرت بالناس وربما حركه الاعلام لا هو اللي لعبت يعني هي في القضيه مثلا على سبيل المثال القضيه دي ان الاب واضح ان هو دخل في ديون وعليه اقساط ان هو جهز بنته للزواج. ما هو في الاول بقى فهي يبدو ان هو اشترط عليها او اتكلموا في كده لان هو اشترط على الزوج قال له بنتي هتشتغل بعد الجواز. تمام. فهو يبدو أن الأب كان في حاجة إلى مال بنته لغاية لما يسدد الأقساط والديون اللي عليه، وده كان واضح في الرسالة اللي هو قال عليها، ومن هنا جت الأزمة. حلو. الأزمة بقى يبقى الأزمة بقى مش اللي احنا بنتكلم، الأزمة دلوقتي إن في شرط بين الأب وبين الزوج بين الزوج وبين بنته. الزوج واجب عليه إنه يستمر في الإيفاء بهذا الشرط. حديث بيقول المؤمنون عند شروطهم. لان الوالد اتفق الديون... معاه. لان طبعا لان الديون السابقه دي اصلا من برضه ممكن نسميها من المناطق المفخخه لانها بتسبب ازمه، الدخل بسيط ومطلوب ان انا اسدد الديون السابقه ومطلوب ان الحياه تمشي، فبالتالي بتعمل نوع من الازمه والضغط النفسي، طب انا دلوقتي المرتب هسدد الدين ولا فالموضوع بيعمل مشكله. في الحقيقه واجب على الزوج انه يوفي بشرطه. وممكن نمشي الموضوع بالنص يعني بالمحبه، جزء من المرتب يروح يسدد الدين والذهب نروح نشتري به الارض والدنيا تمشي. يعني مش عايزين بالاتفاق بالظبط كده. لكن الاب يقول له لو انت راجل طلقها والاب يقول لها لا وصول الامور للحته دي ما احنا حليناها واحنا قاعدين اهو. يعني المساله بهدوء بس ان يريد اصلاحا. نعم. يوفق الله بينهم ده القران. نعم. اللي بيقول. طيب في مكالمه هاتفيه مع الاستاذه هبه من مصر المحروسه. اهلا بك يا استاذه هبه. اهلا اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعليق حضرتك. الحمد لله. اهلا بحضرتك. تعليق حضرتك يا استاذه هبه على القضيه اللي احنا بنناقشها دلوقتي ايه؟ بسم الله. والله انا بختلف بس مع الافاضل اللي اتصلوا. يعني انا بشوف ان الست حره في فلوسها، وبعدين الاب والام دول مش حاجه بسيطه، الاب والام دول هم الكنز الحقيقي يعني. الزوج بقى يا حضرتك. نعم. المفروض هو ما يبصش لفلوسها، يعني من ضمن صفات الراجل الحقيقي ان هو المفروض ان هو ما يبصش لفلوسها خالص، هي حبت تدي عن تراضي حبت، ما حبتش هو ما يطلبش اصلا. وفي مشاكل كتير بتحصل ان الست بتفضل تدي 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 وفي الاخر بتطلع يعني من مولد بلا حمص بالبلدي كده زي ما بيقولوا يعني. ما احنا الجزئيه دي قلنا ممكن نحلها ان كل شيء بيتكتب علشان يكون الزوجه حقوقها مصونه. يعني اذا شاركت في بناء بيت بالنسبه اللي شاركت فيها يكون لا شاركت بالربع مثلا يكون ربع البيت ملكها قانونا. نعم بالظبط بالظبط. لو حصل
الضمانات ديت، فهي انا ما اعتقدش اي ست هتبخل على بيتها، الست بتشوف بيتها دوت اهم حاجه عندها، بس ما فيش مانع برضو ان هي لو باباها في زنقه ولا حاجه ان هي تساعده، هو ده الكنز الحقيقي، الاب والام دول هم اهم حاجه. مش وبعد زي كده هي لو ما لهاش خير في فيهم هي مش هيبقى ليها خير فيه. طيب الست محمد اتصلت قبل حضرتك وقالت لا هي الزوجه ده جوزها ده اول حاجه في الدنيا، وهو ده اللي باقي لها هو وبيتها وعيالها، وان الاب والام يعني بعد عمر طويل يعني هيتوفوا، ولكن هو بيبقى لها في الاخر هو بيتها واولادها وجوزها. مفيش مشاكل حضرتك ان الزوج يبقى ليه اهميه، بس في حاجه اسمها فقه الاولويات، في أيوة. اولويات، انا لو ما لو هان عليا ابويا وامي انا هيهون عليا اي حاجه تانية، لان هم دول اللي عملوني. صحيح. هم دول اللي عملوني، فانا لازم فاقف جنبهم واساعدهم. هو لو في تفاهم من الاول حضرتك مش هتبقى فيه اي مشكله. هو الزوج عامل مشكله ليه؟ ممكن يكون في شبه طمع كده. وهو مش المفروض الموضوع يطلب بالطريقه يعني دي، بالطريقه المباشره دي. لو ما عملتيش كعته بيطالب، ما ينفعش كده. لا 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 مرفوض. طيب. جدا يعني حضرتك، يعني هو المفروض يديها هو المساحه ويديها الحريه. هي هتشوف الاولويات وهي ممكن توفق بين ده وده. تمام، زي ما قال الموضوع اتعكس. نعم صحيح، زي ما قال الدكتور محمود فعلا حضرتك، يعني المعايير اتعكست، بدل الست دايما هو في العموم بتبقى الست هي اتفضلي بتبقى في العموم حضرتك الست دايما هي اللي بتبص لفلوس جوزها، لا وبيتك اولى ما اعرفش ايه، لكن دي حاجه غريبه جدا يعني. نعم صحيح. او معيار جديد حاصل ان الراجل هو بيبص لفلوس الست ولا ما تساعديش اهلك، الحاجات دي المفروض بتبقى مع الراجل اساسا. نعم صحيح، ده كلامك مظبوط جدا يا استاذه هبه، وده راي يعني برضو بيحترم جدا رأي الأستاذة هبة من مصر. نعم. إن الزوج هو اللي الزوجة هي دايما زي ما بتقول هي اللي ممكن تبص لمال جوزها، وما تطلعش مالك لأهلك وما تطلعش برك لأصحابك، وخلي الفلوس موجودة في البيت، ولكن في القضية دي الأمر انعكس تماما يعني. نعم هو أصل كل بيت وليه ظروفه يعني. هي نعم مشكلات الزواج أو الكلام في المشكلات الأسرية إن كل بيت ليه حالة يعني. مفيش اسطمبة معينة يعني، اسطمبة الفروض النفسية بقى. نعم والفردية بين الأفراد. لكن أنا بس عايز أقول حاجة، إن هو في دور مهم جدا 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 على الزوجة، ودور مهم جدا جدا على الزوج. الزوجة بتلعب ممكن نقول هي الوسيط أو رمان يعني، هي الوسيط بين زوجها وبين أهله. نعم. وبين أهلها. والزوج هو الوسيط بين زوجته وبين أهله. ففي الحقيقة لو أنا كزوجة لعبت دوري بشكل صحيح، يبقى الأمور يعني مش لازم كل كلمة يقولها جوزي. مثلا زوجي واخد موقف من أهلي مثلا، وبيعيب عليهم في الأكل مثلا كل مرة ناكل والدتها بتعمل أكل معين هو ما بيحبوش، مش لازم هي تاخد الكلام وتروح تقول له. يعني ما مسألة إنها تاخد الكلام وتروح تقول له، ما هي بتولع الدنيا كده. احنا عايزينها تكون أكثر عقلا وأكثر اتزانا وتلعب دورها بشكل صحيح. والله ده النهاردة جوزي يعني بيشكروا فيكم كويس جدا وبيقول عليكم والأكل يا ماما يبقى هي بتلعب دور في انها بترطب الاجواء. كنا احنا نصل، احنا مش عايزين نصل لمرحله هو جوزك ولا والدك، ليه نصل للمرحله دي اصلا؟ نعم. مش عايزين نصل للمرحله فريقين. لو هي ليه نصل للمرحله؟ هي لو لعبت دورها بشكل صحيح وبترطب الاجواء دايما، ده والله والدي كل ما يعني كل ما اسمك يتقال ابص عليه يبتسم كده واقول والله ما فيش غير، وده ربنا نعم. كرمنا بيه، ده احنا كان نعم. عندنا هو انا نفسي لما اسمع الكلام ده يعني اكيد هتبسط، اكيد الاجواء وهكذا الزوجه. نعم. ففي الحقيقه هي لو انا كوسيط لعبت دوري بشكل صحيح ورطبت الاجواء وقلت كلام كويس وحتى وجاملتهم في الكلام وجاملتهم في الاكل ومش عارف واجيب حاجه وانا جاي ده والدي قال لي وانت ماشي ياخد نعم. كل الكلام ده في الحقيقه مش هيوصلنا للمرحله دي في الحقيقه. بين النسايب باللين طبعا ده يعني ممكن يحل مشاكل كتير جدا، وممكن يدرأنا من دخول مشاكل كبيره طبعا. وفين بقى ذكاء الزوجه؟ يعني الزوجه برضو مفروض ما تقفش كده تتحدى جوزها وتقول له لا انا مش هديك حاجه، انا فلوسي لابويا. برضو فين ذكاء الزوجه المراه الحكيمه؟ وبرضو الزوج برضو يكون برضو كلامه حكيم جدا، ويبص لزوجته ان هي كائن ضعيف برضو ولسه جايه حديثا بيته، يعني لسه الارتباط والحنين للأب والأم لسه مازال موجود بصورة كبيرة. ممكن بعد سنين طويلة هتبص تلاقي إن هي بقت فعلا عندها ولاء كامل لبيتها وأولادها وجوزها أكتر بكتير جدا من إخواتها. ده في الحياة بنشوفه.